اعمل اكل سريع بالبطاطس والتونه. انا حطيت هنا على النار بصله كبيره مع 3 فصوص من الثوم، كمان معايا متحمر شويه. هنا بسلق البازيلا، هي في المغرب بنقول لها جلدانه، وذره بسلقهم شويه. وهنا حضرت صلصه البشاميل، يعني حضرتها مسبق لانه انا سويتها من قبل في القناه، يعني تقريبا وصفتين. يعني اعتقد كل الناس تعرف كيف تسوي صلصه البشاميل. عندي بطاطس قطعتها الى شرايح وسلقتها. البتنجون انا بشتري هذا النوع بصراحه بيعجبني، هذا عندنا في عمان اسمه ريسوت، في منطقه هنا بصلاله اسمها ريسوت. حمر بس البصل مع الثوم يصير لونهم ذهبي، بعدين نشوف باقي الخطوات. نشوف مع بعض كيف نسوي هذه الاكل. اول شيء راح نفتح العلب هذه واصفيها من سواء من الماء او الزيت، هذه موجوده في مياه ينابيع، بس هصفيها. خلاص جهزت التونه، صفيتها من الماء مع علبتين، هذه البازيلا والذره خلاص سلقوا. انا هنا قليت بصله وحطيت عليها شويه فلفل حار وفلفل اسود وكزبره خضراء وشويه ملح ورشه ملح. طيب اضيف عليها هذه الذره، أضيف عليها ملعقة واحدة بس من البشاميل. هذا الصوص البشاميل أنا أضفت عليها توم بودرة، يعني بدل ما عملتها بالطريقة العادية أضفت عليها ملعقة صغيرة توم بودرة عشان يطلع طعمها حلو. بضيف التونة، يعني مش ضروري نكسر التونة، يعني مجرد ان بس نخلطها، ما نريدها تصير مطحونة، نخلطها خفيف كده. انا زودت شويه حليب في البشاميل لان حسيت انه ثقل، عشان مع البطاطس بيصير اثقل بكثير، فزودت فيه شويه حليب وسخنته على النار، يعني صار بهذا السمك ما ثقيل كثير. بحط كميه بسيطه، وانا سخنت الفرن حط نص كمية البطاطس المسلوقة. اللي يحب يسويها بيوري بعد ما يسلقها يطحنها ممكن، بس انا بصراحة ما بتعجبنيش لما بتكون مطحونة، فانا سويتها كده قطع. اللي حابب يسويها بيوري يضيف عليها قطعة زبدة وشوية حليب وفلفل اسود وملح. يعني مش هرتبهم، بس يعني ما خليش مثلا كميات كده فوق. تقريبا نص كمية. اللي ما يحب التونة يعمل قطعة دجاج ويسويه بنفس الطريقة، حمر بصل يضيف عليه قطعة دجاج ونفس الطريقة هاي.
حطيت ده صلصة البيشاميل، أرش شوية جبنة مبشورة. أنا دايما بطحن جبنة هنا بحيث إنها أسهل لي من أنا أقعد أبشر فيه. حط كمية بسيطة وأضيفها خليط التونة كله، يعني الذرة والبازيلا ممكن تسوي نوع واحد، اللي ما عندوش الاثنين سوي ذرة او هو بازيلا. اضيف الكمية المتبقية من البطاطس ما نسلقها لحد ما تصير يعني مقطعة شرايح رفيعة، ما بتاخذ وقت، يعني 10 دقائق بتكون جاهزة. لما تكون بتسلق نضيف عليها شوية ملح. انا عملت 5 حبات من البطاطس متوسطين. اعتقد هي وجبة سريعة وبسيطة، يعني ما فيهاش اي تعقيدات. ضيف كمية البشاميل، خلاص اضفت البشاميل، وزعه شوية على السطح الصينية. وأضيف عليها باقي الجبن المبشور. اللي يحب يضيف في هذه المرحلة شوية كاتشب ممكن. خلاص أنا هدخلها الفرن. يعني اخليها من 25 دقيقة لنص ساعة لحد ما تصير متحمرة من فوق. ادخلها الفرن. بسم الله. خلاص، وبعد ما تطلع من الفرن نرجع مع بعض ان شاء الله. هذه كانت معنا صينية البطاطس مع التونة، يعني طريقة تغيير شوية من اللحم والدجاج، وطريقة سهلة وبسيطة، يعني ممكن نعملها كوجبة عشاء أو حتى غدا. أتمنى تجربوها وتعجبكم. وهذا شكله بعد ما قطعت منها قطع ودقتها، والله طعمها في منتهى الروعة. وإذا عجبكم فيديو اعملوا لي لايك، واللي ما اشترك في قناتي يشترك، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامة.